طيب عندنا هي بيبيع عقد 560 في محطة كيلو 10. التغيير تم اللي عندنا بروتكشن ريلي، تم تغييره من ريت 521 إلى 670. بناء على التغيير ده هيكون عندنا تغيير في الـ ABB Upload Configuration، اللي هو هنقوله تغيير الـ إصبع باص أدريس، بما إنه تو ريليز بيتعامل على إصبع باص أدريس. هنقوم هنعدل في الـ RTU Configuration، بعد ذلك هنقوم نعدل في الـ Relay Configuration باستخدام الـ PCM600. طيب هنشوف التعديل في الـ RTU. هنفتح الـ RTU Configuration باستخدام الـ RTU Tip 500. هنفتح الـ Configuration بتاع المحطة، أنا أصلا عملت لها داونلود عشان نقدر نعمل تعديل. طيب عندنا الـ Network Tree، نعمل Navigate للـ Configuration. التغيير هيتم في ترانسفورمر 6 اللي هو بتاع ريت ترانسفورمر 6. بعد نفتح الكونفيجريشن هنشوف انه في سيجنال واحدة اللي هي ديفرنشال بروتكشن تريب. هنشوف الاصبع بص ادريس بتاعنا. طيب انا اول عملت تعديل على الكونفيجريشن عشان كده نرجع للأدرس الجديد. الحاجات اللي احنا بنحتاج لها نعمل لها تعديل في السبابوس أدرس اللي هو التشانل نمبر والداتا نمبر، إضافة للستاتس أون والستاتس أوف، بمعنى إنه الصين لما نحصل لها تغيير من زيرو لون، من ون لزيرو، دي برضو عندها أدريسز خاصة بيها. فهنشوف الحاجات دي إحنا نملاها من وين أو نجيبها من وين يعني. تمام، بدل الكونفجريشن اللي هو عندنا الشنل نمبر والداتا نمبر زي ما قولنا بقى، الستاتس أون والستاتس أوف. هنقوم نشوف المانوال بتاع الريت 670. نفتح المانوال بعد ذلك بيورينا من وين نملأ الحاجات دي. فتحنا المانوال، لما تصفح المانوال بيلم في تقريبا صفحة 39. أول ما نتكلم عن الإيفنت بلوك، الخلاصة بتاعت المانوال إنه بيقول لك عشان تقدر تنقل أي داتا من الريلي البوتنشال ريلي للـ RTU، سواء كان السيجنال دي عبارة عن باينري انبوت أو لوجيك سيجنال في الكونفيجريشن، لازم ندخلها أول حاجة في حاجة اسمها event block. تمام، الـ event block دي عندها order ترقيم event block number 1، event block number 2، event block number 3 على حسب احتياجاتك انت في الـ configuration. يعني مثلا عدد الـ signal اللي بتاعي ليها الـ event block بيحتوي على 16 input، يعني أي event block بنقول لنا 16 signal. فأنت بتشوف الـ signal ده بتنقل كام، 16 signal أو أكتر. لو 16 signal أو أقل تحتاج لـ event block واحد، لو أكتر من كده هتكون تحتاج لـ أكتر من event block. طيب قلنا الايفنت بلوك دي عندها ترتيب، ده كان الايفنت بلوك نمبر 1، التاني النمبر هيبدا ب 22 كويس. الايفنت لو كان الايفنت بلوك نمبر 2، التاني النمبر هيكون 23. لو الايفنت بلوك نمبر 3 هيكون الايفنت بلوك التاني النمبر بتاعته 24. يعني الترقيم بتاع الايفنت بلوك بيبدأ من 22 بالنسبة له، لكل event block بياخد تاني النمبر. event block number 1 تاني النمبر بتاعته هيكون 22، event block number 2 تاني النمبر 23، event block number 3 تاني النمبر 24. داخل event block ده هيكون في
اللي هو هستظهر input اي input عنده data number، input number 1 اللي هو data number 1، input number 2 data number 2، input number 3 اللي هو data number 3. اي input عنده 2 status اللي هو بنغير من 0 ل 1 ومن 1 ل 0، اللي هو مثلا هتلاقي لنا 22 او 1. الايفنت بتاعنا عندي ايفنت اول الست اللي هو لما تبقى من 0 ل 1، من والريسيت لما نتغير من 1 ل 0 هيكون عندنا 32 او 33 زي ما شفنا. هنقوم نشيل نملى الداتا دي بتاعت السنة، نشوف السنة بتاعتنا موصلة في الانبوت رقم كام، واحد. هنقوم نشيل الداتا بتاعته، نقوم نزيد هنا انه تشيل نمبر 22 و لا 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 الداتا نمبر واحد، ده لو كان الانبوت نمبر واحد. بعد ذاك الست الرقم بتاعه مثلا 32 والريست مثلا 33. نقوم بننزلها في الكونفيجريشن بتاع ال RTP دي ال Sparse Address Required لكل سيجنال. نشوف ال signals موصلة وين في ال event block، هنشوف ال event block ده ترتيبه كيف. دي بعدها بننزلها زي ما قلنا الريلي تم تغييره اللي هو الريلي القديم الريت 521، ده النوع القديم، حاليا شغال في محول تاني. بالنسبة للمحول حقنا ده تم تغييره بنوع جديد من الريلات اللي هو الريت 670، ريت 670. طيب عشان يحصل كوميونيكيشن بين الـ RED 670 والـ RTL، أول حاجة لازم نعمل سيتنج في الريلي، نحدد إنه هو الريلي عنده كم أوبشن ممكن يشتغل بـ SPARSE أو بـ LON أو تقريبا المهم يعني في كم أوبشن للـ Communication. لازم نحدد إنه يا أخي الريلي ده يشتغل بـ SPARSE. هنخش في سيتنج و General setting setting بس ده من الشاشة. ممكن نتابع السيتنج اللي هيتم، اللي هو هنختار انه البورت الرير بورت هيشتغل لي بي اس باوس ولا اي اس اي 103. هنقوم نختار انه يشتغل لي البروتوكول بي اس باوس. بعد ذلك يمكن ثاني ال slave address، slave address بتاعنا ال relay القديم كان ماخذ slave address 176 وده انت اصلا الديفولت يعني 30، فقمت غيرته ب 176 عشان يحصل matching لل slave address بين ال address الموجود في ال RTU configuration وال slave address بتاع ال relay عشان يقدر يعمل establishment لل communication بين الـ IED و الـ RTL. إضافة للـ setting ده، في setting هيتم عن طريق استخدام software اللي هو الـ PCM 600. هنفتح الـ software وبعد ذلك هنشوف الـ setting الإضافي اللي هيتم. طيب ده الـ software بتاعنا PCM 600. طيب في الدالة ريليشن بتاع الريلي ريت 670 670 هنفتح هنجيب في الاي دي كونفيجريشن تعمل كليك يمين او في الريلي ده كليك يمين تفتح اسم ابلكيشن كونفيجريشن. بعد ما تفتح application configuration هيفتح لك كل الصفحات بتاعت ال configuration. كويس، نحنا
طيب هقوم نصفح الكونفيجريشن بتاعنا، وطبعا هقول لك الصفحات ونفرمي عليك عشان نسهل عليك عملية البحث وكده. هنقوم نفتح طوال الصفحة بتاعت الديفرنشال ايوه، الصفحة بتاعت البروتيشن ده البلوك بتاع البروتيشن اللي هو تم تأكيده بواسطة مهندسي الحماية. كويس، أنا من هنا في الصفحة دي هعمل سيلف لإيفنت. أصلا أنا الشغل ده عملته، فبس دي خطوات عشان نعيد بيها كيف عملية الإيفنت بلوك. تمام، هنمشي لأوبجيكت مونيتورينج، نبحث عن حاجة زي الايفنت. على دراج اند دروب ينزل معاك الايفنت بلوك كده. كويس، بعد ده زي ما شايفين انه الايفنت بلوك فيه 16 انبوت، بتختار من مثلا الانبوت رقم واحد. الانبوت رقم واحد اوريدي عملته، لكن ممكن نجرب في الانبوت رقم اتنين عشان نوريكم كيف تعمل الكونكشن بين الانبوت ده والسيجنال كونكشن سيجنال ستريبل. تعمل كليك يمين كونكشن كونكت كونكتر فور اكزيستنج فاريبل، هتلاقي تبحث عن السيجنال ده تعمل لها كونكشن، تعمل براوز تفتش تفتش لحد ما تلقى السيجنال اللي انت كل السيجنال اللي ممكن تعمل لها ترانسفير. بما ان احنا بنفتش عن differential partition strip دي تقريبا تي تي، هنقوم نواصل عملية البحث لحد ما نلقى السيجنال اللي احنا دايرين نعملها connection. ده بتعمل select، دي اللي هي عبارة عن شنو differential production trick، تعمل لك select. لما تعمل select هيتم هيخليها connection، هيخليها connection مع ال input بتاعك. بعد ذلك تاني على حسب ترتيب ال input ترجع لل manual، ال input ترتيبه رقم كم؟ رقم اتنين، وال event رقم واحد، chain number 22، الليمبو رقم واحد اللي هي 32 و33 الاختيار بتاع التليفون والوف. طيب في حاجة تانية سيتنج إضافي المفترض يتعمل، إنه في الإيفنت بروجرام في حاجة اسمها بارامتر شيفي، بتعمل أيوة ممكن الكوميونيكيشن يتم عن طريق يا إما إسبا بس أو عن طريق بون. إحنا شغالين إسبا بس كان الماسك مفترض نعمل لها شنو؟ اختار، لكن لو لاحظ ان اللون كان الماسك نعمل لها اوف، هو باي ديفولت بتجي لنا اوف، لكن بما ان احنا شغالين في الوصل هنقوم نختار انه دايرين 16 تجي يتم نقلها عن طريق الاسباب بس. الخيارات ان يكون اوف او داير من 1 لـ 8 او من 9 لـ 16 او داير من 1 لـ 16، كلها يتم نقلها عن طريق الاسباب بس بروتوكول. فهيختار انه السيجنال كلها من 1 لحد 16. في سيتنج اضافي بالنسبة لـ for each input، لكل input في الـ event block دايرة يتم نقل الإشارة دي 200، احتمال تكون off ما يتم نقلها مباشرة، أو auto automatically، أو مثلا on change on change، يعني لما نغير من 0 لـ 1 أو من 1 لـ 0 كل الحالتين يتم نقل الإشارة دي لمركز التحكم، أو لحنا يتم نقلها للآر تي يو ومن ثم نقلها لمركز التحكم. فأنا بختار مثلا حسب دي كل الخطوات المطلوبة، إن نقل أو الكونفيجريشن بتاع السيجنال من ريت 170 وربطها مع آر تي يو 60. شكرا جزيلا.